الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستبعد زيارة فرنسا قائلا في مقابلة تلفزيونية: لن أذهب إلى كانوسا. وقد شاع تعبير الذهاب إلى كانوسا الذي أطلقه المستشار الألماني السابق بيسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كانت زيارة الرئيس الجزائري أرجئت مرارا منذ مايو 2023، وكانت مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر الجاري. واشترط تبون لأجل استمرار الصداقة بين فرنسا والجزائر أولا الاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وثانيا تنظيف فرنسا لمواقع تجاربها النووية بالجزائر. فخلال الفترة ما بين 1960 و1966 كانت أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وانتقد تبون أيضا محاولة اليمين الفرنسي مراجعة وإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت في ديسمبر 2023 نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية، وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة والبقاء بحرية في فرنسا بموجب تصريح إقامة وليس بطاقة إقامة، والحصول على وثيقة إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.